مساء الخير وأجمل التحيات، حصادنا يتجدد بلقائكم أعزائنا المشاهدين، معكم حنين الحسناوي وإلى بداية الحصاد. التقى وزير الدفاع السيد جمعة ناد سعدون في مكتبه بمقر الوزارة نائب المدير العام ورئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية السويدية، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراقي والسويد. زار السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله قيادة عمليات كربلاء المقدسة، يرافقه عددا من كبار الضباط، وفور وصول سيادته قدم قائد عمليات كربلاء إيجازا مفصلا عن قاطع المسؤولية، وأبدى سيادته توجيهاته باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وتنسيق العمل الأمني بين جميع القطاعات المشاركة بتأمين الزيارات الدينية. وكانت المحطة الأخرى للزيارة حضور سيادته المؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب الذي أقامته الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تحت شعار القاعدة وداعش تهديد للسلم المجتمعي. عقد الأمين العام لوزارة الدفاع السيد جبار سجيل مطلق الحيدري الاجتماع الدوري لمدراء الدوائر والمديريات المرتبطة بالمكتب، إذ استعرض المدراء خلال الاجتماع ملخص إنجازاتهم والمشكلات التي تواجه سير عملهم. هذا وأكد سيادته أن تطوير العمل في الدوائر يصب في مصلحة الوزارة خدمة للوطن وشعبه. تفقد السيد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي قاطع فرقة المشاة الأولى، وكان في استقباله قائد الفرقة وعددا من آمري التشكيلات والوحدات في الفرقة. هذا وزار سيادته اللواء الثاني في الفرقة الأولى ضمن منطقة حاوي العظيم للوقوف على الاستعداد القتالي وجاهزية القطاعات ضمن قاطع المسؤولية، ثم أبدى سيادته جملة من التوجيهات، كما التقى بعدد من المقاتلين وأثنى على جهودهم المبذولة من خلال أدائهم للواجبات على أتم وجه. قائد عمليات بغداد يتفقد سير الإجراءات الأمنية في منطقة الأعظمية. أبطال القوة الجوية ومن خلال طائرات F-16 ينفذون ضربات جوية بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في قاطع المقر المتقدم لعمليات كركوك. مدير صنف الدروع ومدير دائرة المراتب يزوران قيادة الفرقة المدرعة 9 في معسكر التاجي. مدرسة فرقة القوات الخاصة وبالتعاون مع النادي الجوي تخرج الدورة الأولى للمظليين لكوكبة من ضباط ومنتسبي الفرقة. استخبارات وأمن بغداد تلقي القبض على 3 مطلوبين بتهم الإتجار بالمخدرات. قائد فرقة المشاة 11 اللواء الركن معد بداي الدراجي يتفقد القطاعات المنتشرة لحماية زوار مرقد الإمام الكاظم عليه السلام. معنا على الهاتف سيادة الفريق الركن أحمد سليم بهجت قائد عمليات بغداد، مرحبا بك سيادة الفريق. تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. ما هي آخر الاستعدادات لقيادة عمليات بغداد والقطاعات المرتبطة بها لتنفيذ خطة حماية الحشود المتوجهة لإحياء الزيارة في الكاظمية المقدسة؟ تؤمن قيادة عمليات بغداد والقطاعات الملحقة بها الحماية للزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة لممارسة شعائر زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام بمناسبة استشهاده، سواء للزائرين الماشين على الأقدام أو الذين يتنقلون بواسطة العجلات، وكذلك تأمين الحماية حقيقة لمواكب العزاء ومواكب الخدمة المنتشرة على الطرق التي يسلكها الزائرين ضمن قاطع المسؤولية. بالحقيقة بدأ تنفيذ هذه الخطة اعتبارا من الساعة 600 يوم 22 شباط 2022، وستستمر لحين انتهاء مراسيم الزيارة. بالإضافة إلى ذلك أن الخطة التعبوية المنفذة حاليا مستدة بخطة مراقبة تنفذها الوكالات والأجهزة الاستخبارية العاملة ضمن قاطع المسؤولية وبإشراف مباشر من قسم استخبارات وأمن قيادتنا قيادة عمليات بغداد. أحب أوضح أنه قبل تنفيذ الخطة سبقتها مرحلة الاستحضارات والتي بدأت بداية شهر شباط الحالي، وكانت على شقين. الشق الأول هو شق خدمي
حيث تم عقد عدة مؤتمرات واجتماعات مع الوزارات المعنية مثل وزارة النقل ووزارة الصحة وقائم مقامية الكاظمية لتسهيل تقديم الخدمات، كما تمت خلال مرحلة الاستحضارات تنفيذ الشق الثاني من هذه المرحلة وهو الشق العسكري، حيث قامت قطعات قيادة عمليات بغداد بعدة عمليات استباقية في شمال بغداد خصوصا لضرب بعض مضافات تنظيمات داعش الإرهابية، وتمكنت قطعاتنا خلال الشهر الماضي من قتل مفرستين تابعة لعناصر داعش الإرهابية في شاطئ التاج الشمالي وفي الطارمية، كانت نواياهم هي استهداف الزيارة المقدسة، كما تم خلال هذه المرحلة مسك مناطق إطلاق النيران الغير مباشرة، وكذلك تم نصب الكاميرات الحرارية في المناطق التي تحتاج لذلك. هل سيتم قطع الطرق وهل هنالك مستجدات على الخطة بالاعتماد على الجهد الاستخباري وإحباط أي محاولات إرهابية لا سامح الله؟ تميزت الخطة لهذا العام بمرونة عالية، حيث يتم قطع الطرق حسب كثافة الزائرين. نعم هناك محاور سيتم قطعها في حالة ازدياد كثافة الزائرين بالتنقل عليها وخصوصا الماشين على الأقدام، لكن انطينا حرية للقادة والآمرين بقطع الطريق في حالة تزايد عدد الزائرين على الطريق المعني، ومع ذلك صدرنا أوامرنا بأنه في حالة أن يخف الزحام، في حالة تخفيف الزحام على تلك الطرق يتم فتحها مرة ثانية لسحب أكبر ما يمكن من العجلات لمنع الاختناقات داخل بغداد. مع ذلك من خلال الإعلام حددنا الطرق التي سيتم قطعها كي يتسنى للمواطن البغدادي الكريم تجنبها أو تجنب المرور من خلالها. شكرا لك سيادة الفريق. جاءكم حصادنا من المركز الإعلامي لوزارة الدفاع. لأي تفاصيل أكثر تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم دائما في حفظ الله.